بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل شابتر 5 نوميريكال سوليوشن اوف اوردينال ديفرنشال ايكويشن. طبعا احنا لكل الطرق اللي احنا بنحل بيها طرق نوميريكال حلينا في الشابتر ده بطريقتين، هي طريقه تيلور ميثود والطريقه الثانيه بيكارد ميثود. وهنكمل الطريقه رقم 3 اللي هي موديفايد اويلر ميثود. طبعا في تمهيد لموديفايد اويلر ميثود اللي هي اويلر ميثود نفسها، دكتور ان شاء الله هتنوه عنها في المحاضره. احنا اللي يهمنا دلوقتي لو جالي سؤال في الامتحان هتقول لك by using modified Euler method، يعني ده القانون اللي المفروض هشتغل بيه او هقعد بيه. القانون العام للطريقة دي عبارة عن yi زائد 1 يساوي الواي اي زائد h على الاتنين، فانكشن نفسها اللي هي اكس اي واي اي. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن الاف اوف اكس اي واي اي، احنا قلنا هي دي المعادله التفاضليه اللي هحلها اللي هي واي داش زائد اف اوف اكس اي زائد 1 وواي اي زائد 1 ستار. واي اي زائد 1 ستار دي اللي هي القيمه بتاعه الواي نفسها، انا بجيبها بحسبها لوحديها على جنب اللي هي واي اي زائد 1 ستار يساوي واي اي زائد الاتش في اوف اف اكس اي واي اي. بعد ما بحسب قيمة الواي اي زائد 1، وطبعا احنا الاي دي عبارة عن 0 1 2 اللي هي عدد الاتيريشن او المحاولات اللي انا بعملها عشان اوصل للقيمة المطلوبة على حسب الانترفل اللي الدكتورة هتحدده لكم، او تقول لكم احسبوا قيمة مثلا المعادلة التفاضلية عند قيمة معينة الاكس. انا بحدد الاي اللي انا هعوض بيها، عندي الاكس اي زائد 1 عشان اجيبها. احنا هي عباره عن، احنا قلنا هي عباره عن السايز او ستيب سايز بتاع او الخطوه اللي انا همشيها، هي عباره عن اكس اي زائد الاتش الاتش، وعندي الواي داش عباره عن اف اوف اكس وواي الفانكشن نفسها اللي احنا بنشتغل بيها. ده بالنسبه لقانون موديفايد اويلر ميثود. تمام، عندي القانون الثاني او الطريقه الثانيه اللي هي رانجو كوتا ميثود. رانجو كوتا ميثود بيديني جيفن طبعا اللي هي الواي داش والفانكشن نفسها اكس وواي، وعندي الاتش لازم تكون موجوده ومتحدده عندي لانها موجوده في القانونين وبنعوض بيها، وعندي الواي اوف اكس نود والواي نود الانيشال كونديشن اللي احنا متفقين موجود اصلا في تيلور وموجود في بيكارد. القانون اللي انا بعوض بيه عشان اجيب اول اتريشن اول محاوله او اول قيمه الواي اللي هو واي اي زائد 1 يساوي واي اي زائد اتش على 6 كي 1 زائد 2 كي 2 زائد 2 كي 3 زائد كي 4. طبعا كل كي من القيم دي انا بحسبها، الكي 1 هي عباره عن الفانكشن نفسها اكس اي والواي اي. زي مثلا عند الاي بزيرو يبقى هجيب اف اوف اكس نود واي نود، بعوض بقيم الانيشال كونديشن في اول ايه، في اول محاوله او الاتريشن بعملها. عندي الكي 2 عباره عن اف اوف اكس اي زائد الاتش على الاثنين وواي اي زائد الاتش على الاثنين في كي 1. في الحاله دي انا عندي اي اكس هتقابلني جوه المعادله التفاضليه او جوه الواي داش هضيف لها كام؟ اتش على الاثنين، واي واي تقابلني هضيف لها اكس اتش على الاثنين في كي 1. عندي كي 3 بنفس الطريقه، اكس اي زائد الاتش على الاثنين وواي اي زائد اتش على الاثنين في كي 2. عندي كي 4 اكس اي زائد الاتش وواي اي زائد الاتش في كي 3. طبعا في كل اتريشن هعملها انا بحسب كي 1 وكي 2 وكي 3 وكي 4. الاي بزيرو بواحد باتنين بتلاته، او ممكن نعوض فيها هنا ان ناقص واحد، او ممكن تعوض بقيمه الاي بزيرو بواحد باتنين بتلاته، هي مش هتفرق يعني عشان ده كانت موجوده في الكتاب بالشكل ده. اول اكزامبل هنحله، احنا متفقين ان احنا كان عندنا مسالتين في الاساينمنت احنا بنحلهم، كنا هنحلهم بالاربع طرق، منهم المساله رقم 2 اللي هي سولف ذا فولوينج ديفرنشال ايكويشن باي موديفايد اويلر ميثود ورانج كوتا ميثود اوردر 4 دي، لان عندنا في رانج كوتا اللي هي اوردر السكند اوردر عباره عن كي 1 وكي 2 بس، احنا بنشتغل على الفورس اوردر اللي هي عباره عن كي 1 وكي 2 وكي 3 وكي 4. ده اللي يهمني فيه. المعادلة التفاضلية اللي هنحلها عبارة عن واي داش تساوي 3x زائد واي تربيع، ومديني الانيشال كونديشن واي اوف 0 بيساوي 1، واحنا قلنا ال 0 ده هي قيمة الاكس نود والواحد هي قيمة الواي نود. سولف، حل المعادلة عند قيمة اكس تساوي 1/10. تمام، هنعمل ايه في المسألة؟ أول حاجة هنعملها هنحدد الطريقة اللي هنشتغل بيها، هي أول طريقة اللي هي موديفايد اويلر ميثود، وقيمة الاتش هنا هتبقى ب1/10 لأن عند الانيشال أو القيمة الانيشال كانت عند الزيرو، وأنا هحسب عند قيمة اكس ب1/10. عند قيمة اكس يبقى الخط أو الفرق ما بين من زيرو ل1/10 هي الاتش بكام؟ ب1/10. في الحالة دي احنا هنحدد بالبداية كده الفانكشن نفسها اللي أنا هعوض بيها اللي هي اف اوف اكس اي واي اي. احنا قلنا الاف اوف اكس اي واي اي هي الواي داش، الواي داش عبارة عن 3 اكس زائد واي تربيع، هنخليها 3 اكس اي زائد الواي اي تربيع.
وعندي الاكس اي زائد الواحد، بضيف على الاكس اي الاتش اجيب القيمة اللي بعدها. يعني انا عندي القيمة الاولانية زيرو اللي هي قيمة اكس نود، القيمة اللي تليها هتضيف عليها الاتش اللي هي بواحد من عشرة، يبقى اكس واحد هتساوي كام؟ واحد من عشرة. اكس اتنين هضيف عليها واحد من عشرة تبقى اتنين من عشرة، تلاتة من عشرة، اند سو لحد اخر قيمة ممكن الدكتورة تحددها لكم. عندي اول اتري او الاتريشن هحاول عند قيمة الاي تساوي زيرو. الاي بتساوي زيرو طبعا، احنا الانيشال كونديشن عندي عند الاكس نود بتساوي زيرو، ده جيفن في المسألة، والواي نود بتساوي واحد. هحسب أول قانون، أول قيمة عندي في القانون بتاع أويلر اللي هو واي أي زائد واحد، واحنا هنعوض عن قيمة الأي بزيرو، يبقى أول قيمة هتظهر معايا واي واحد ستار. واي واحد ستار تساوي، احنا قلنا عبارة عن واي أي زائد اتش اف اوف اكس اي واي اي، شيل الاي وحطها بزيرو يبقى واي نود زائد الاتش في اف اوف اكس نود واي نود. الواي نود هي القيمه الانيشال كونديشن الموجوده عندي اللي هي قيمتها بواحد زائد الاتش بواحد من عشره، والفانكشن نفسها او المساله هشيلها احطها مكان الاف اوف اكس نود واي نود اللي هي عباره عن تلاته اكس نود زائد الواي نود تربيع. يبقى القيمة دي هتبقى عبارة عن واحد واي واحد ستار تساوي واحد زائد واحد من عشرة في تلاتة اكس نود زائد الواي نود تربيع. نعوض بالقيم دي كلها جيفن عندي وموجودة، يبقى الواي نود بواحد زائد الواحد من عشرة في اكس نود بزيرو زائد واي نود بواحد يبقى واحد تربيع. يبقى القيمة الأولى هي واحد واحد من عشرة. دي أنا ده أنا كده حسبت الواي واحد ستار اللي جوه قانون موديفايد أويلر. يبقى القانون نفسه عبارة عن واي اي زائد واحد، يبقى ده أول إتريشن أو أول محاولة هجيبها، بتساوي واي نود زائد الاتش على الاتنين في اف اوف اكس اي وواي اي، بتشيل الاي وحطها بزيرو يبقى اكس نود وواي نود زائد الاف اوف اكس اي زائد واحد وواي اي زائد واحد ستار. يبقى الاي زائد واحد هي قيمة الاكس واحد، لان بضيف على الاكس نود قيمة الاتش، يبقى عندي قيمة الاتش هتديني القيمة الاولى اللي هي اكس واحد بواحد من عشرة، وواي واحد ستار اللي انا لسه حاسبها من الخطوه اللي قبليها. هنعوض بالقيم دي، واي واحد تساوي واي نوب واحد زائد واحد من عشرة على الاتنين، والفانكشن نفسها اللي هي المسألة أصلا الدكتور مديها لك جيفن في الامتحان عبارة عن تلاتة اكس نود زائد الواي نود تربيع زائد تلاتة اكس واحد زائد واي واحد ستار تربيع. عندي الاكس نود بزيرو والواي نود بواحد، وقيمه الاكس واحد اللي هي عباره عن كام؟ عباره عن واحد من عشره، لان الاكس نود كانت بزيرو، ضيف عليها اتش اللي هي بواحد من عشره، يبقى القيمه الجديده اللي هي اكس واحد هتبقى بواحد من عشره زائد واي واحد ستار اللي احنا لسه حاسبينها بواحد بوينت واحد تربيع. يبقى اول قيمه عندي هتبقى واي واحد. طبعا هنعمل الاختصارات ده انت ممكن تعملها بطريقه ابسط على الاله. بعد كده تجيب قيمه الواي واحد بواحد بوينت واحد اتنين خمسه خمسه. واي واحد هي نفسها القيمه المطلوبه عند قيمه اكس بواحد من عشره، هي المساله هنا محدده قيمه واحده عند قيمه اكس بواحد من عشره، واحنا كانت البدايه عندنا عند الزيرو، يبقى همشي خطوة واحدة اللي هي بواحد من عشرة وهجيب القيمة المطلوبة، يبقى دي واي اوف واحد من عشرة اللي هي عبارة عن واحد بوينت واحد اتنين خمسة خمسة. ده كان المطلوب في المسألة لو هحلها بموديفايد اويلر ميثود. طب انا لو حبيت احلها برانج كوتا ميثود، نفس المسألة وهحلها برانج كوتا ميثود، طبعا احنا محددين اللي هي الاف اوف اكس اي واي اي اللي هي الواي داش عبارة عن تلاتة اكس اي زائد الواي اي تربيع، ومدين الاتش بواحد من عشرة، والمفروض اجيب واي واحد عند الاي هحطها بزيرو، وعند الاكس نود بزيرو والواي نود بواحد، وده طبعا الانيشال كونديشن اللي موجود عندي في بداية المسألة. في البداية كده انا من هحسب اول اتريشن في رانج كوتا لازم احسب كي واحد وكي اتنين وكي تلاتة وكي اربعة. كي واحد اللي هي الفانكشن نفسها او الواي داش، الواي داش عبارة عن تلاتة اكس، هنشيل الاي ونحطها بزيرو يبقى تلاتة اكس نوت زائد واي نوت تربيع، وهنعوض بالقيم الموجودة عندي كده. انا هجيب قيمة الواي الكي واحد اللي هي قيمتها طالعة عندي بكام هنا؟ بواحد، لان الاكس نوت كانت بزيرو. في بعد كده عندي الكي اتنين، الكي اتنين فيها كل قيمة الاكس هتقابلك جوه الواي داش هتضيف عليها اتش على الاتنين، وكل قيمة الواي هتقابلك جوه الواي داش هتضيف عليها اتش على الاتنين في كي واحد. يبقى انا عندي اكس نوت المفروض في المسألة عبارة عن تلاتة اكس نوت، تلاتة اكس نوت هتخليها تلاتة وتفتح براكت، والاكس نوت اللي هي قيمتها هنا بزيرو زائد واحد من عشرة على الاتنين، ده بالنسبة لأول ترم. الترم التاني هتقوله زائد الواي نود، الواي نود هتبقى عبارة عن قيمتها بواحد زائد
وهضيف على الواي نوت 1/10 على الاتنين في كي واحد، وكي واحد عندي بواحد، ده كله جوه البراكت تربيع، لان في المسألة اصلا كانت واي نوت تربيع، واي نوت تربيع، وكل واي هتشيلها وتحط بدلها هتضيف ليها اتش على الاتنين في كي واحد. نركز عشان في طلبة بتتلخبط في الحتة دي، يعني كل عندي كل واي وكل اكس في حاجة معينة هتنضاف لها في كي اتنين وكي تلاتة وكي اربعة، يبقى كل اكس تقابلك في المسألة هتضيف لها اتش على الاتنين، وكل واي تقابلك هتضيف لها على اتش على الاتنين في كي واحد. ده بالنسبة عشان احسب كي اتنين. حسبت كي اتنين بنفس الطريقة هحسب كي تلاتة، كي تلاتة هيبقى الفانكشن نفسها، عندي اكس نوت زائد الاتش على الاتنين والواي نوت زائد الاتش على الاتنين في كي اتنين، يبقى المسألة فيها 3 اكس نود، يبقى 3 وتفتح براكت وتحط اكس نود زائد 1/10 على الاتنين. طبعا عشان بزيرو مش مقصرة او مش باينة عندي هنا في الاتريشن دي، زائد الواي نود بواحد زائد 1/10 على الاتنين في كي اتنين، كي اتنين اللي هي بواحد بوينت اتنين خمسة اتنين خمسة، وده كله مرفوع لبراكت تربيع لان كانت في البداية في اصل المسألة موجودة واي تربيع. بعد كده انا هحسب كي اربعة، كي اربعة نفس القانون بس الفرق ان انا ما بقسمش الاتش على الاتنين، تبقى الفانكشن نفسها اكس نوت زائد الاتش والواي نوت زائد الاتش في كي تلاتة، الاتش بالكامل مش مقسومة على الاتنين، يبقى انا عندي تلاتة وتفتح براكت اكس نوت بزيرو زائد 1/10 زائد الواي نود عبارة عن واحد زائد 1/10 في الكي تلاتة بواحد بوينت اتنين سبعة تسعة واحد، ده كله مرفوع لبراكت كام تربيع، لان اصل المسألة كان فيها القيمة مرفوعة لبراكت تربيع. بعد كده انا حسبت الكي اربعة بواحد بوينت خمسة سبعة اتنين واحد، هنعوض بقى في القانون العام بتاع رانج كوتا اللي هو عبارة عن واي اي زائد واحد، احنا طبعا حاطين الاي بواحد بزيرو، يبقى اول اتريشن اول محاولة هتظهر عندي واي واحد، واي واحد عبارة عن واي نوت اللي قيمتها بواحد زائد 1/10 اللي قيمة الاتش على ستة، ونفتح براكت هنعوض بالكي واحد زائد اتنين كي اتنين، واحنا جبنا قيمة الكي اتنين واحد بوينت اتنين خمسة اتنين خمسة، زائد اتنين كي تلاتة زائد كي اربعة، تديني اول اتريشن اول محاولة. احنا هنا في المسألة احنا قلنا محددين قيمة معينة هجيب عندها اللي هي قيمة اكس بـ1/10 او هو انترفال واحد او خطوة واحدة هحسبها، يبقى انا كده بجيب واي اوف 1/10. كده احنا جبناها بموديفايد اويلر ميثود وجبناها برانج كوتا. لو هتلاحظوا في طرق موديفايد اويلر ميثود ورانج كوتا النواتج اللي بتطلع معايا نواتج عدديه، يعني ما بيدينيش فانكشن في اكس زي تيلور ميثود وبيكارد ميثود، لان تيلور ميثود وبيكارد ميثود بيديني حاجه اسمها الابروكسيميت سوليوشن، يعني بيديني الابروكسيميت سوليوشن ممكن اجيبه كفانكشن في اكس، اجيب الحل معادله تفاضليه داله في اكس وممكن اعوض باي قيمه الاكس تديني قيمه الواي المطلوبه. لكن في اويلر او موديفايد اويلر ورينج كوتا انا بختبر او بحل المعادله التفاضليه عند قيمه معينه الاكس، يعني بيديني قيمه المعادله التفاضليه عند قيمه معينه او عند نقطه معينه، ما بيديهاليش فانكشن في اكس وبعد كده ممكن اعوض باي نقطه لاكس موجوده عندي، عشان ده الفرق ما بين الموديفايد اويلر ميثود ورينج كوتا وتيلر ميثود وبيكارد ميثود. تعالوا نشوف مسألة تانية او اكزامبل تاني. هو المفروض المسألة رقم 3 دي انتوا كنتوا حلتوها في الاساينمنت بالطريقة الاولى والتانية، بس احنا هنحلها هنا بطريقة موديفايد اويلر ميثود ورانج كوتا ميثود، لان المسألة رقم 4 مش واضحة الطريقة قوي فيها لانها بتدينا اكزاكت سوليوشن، احنا قلنا الموضوع ده في السكشن اللي فات. هنا المعادلة التفاضلية عبارة عن واي داش تساوي 4x ناقص 2y، ومديني الانيشال كونديشن بواي اوف 0 يساوي 2، سولف ات انترفال، ومديني الانترفال من 0 ل6/10. عادة المسائل زي دي مسألة بيكارد أو مسألة موديفايد أويلر ميثود ومسألة رانج كوتا دايما الدكتور لما بتيجي تطلبها في الامتحان بتحدد لكم النقط فيها، لأنها تعتبر طويلة شوية عشان أحسب إتريشن بتاخد وقت مني، عشان أحسب مثلا موديفايد أو أحسب برانج كوتا باخد وقت عشان أحسب أول قيمة بس، ممكن تطلب بالكتير أو بتطلب منكم قيمتين. احنا هنا فرضنا إن الإتش بتساوي 2/10 وحددنا القيم اللي أنا هحسبها، يعني أنا مش هحسب على الإنترفال بالكامل، هو المفروض لو هحسب على الإنترفال بالكامل وعندي الاتش بـ2/10 يبقى هتقول له عند من 0 لـ2/10 ومن 2/10 لـ4/10 ومن 4/10 لـ6/10، تمام. يبقى انا المفروض كنت هحل المساله 3 مرات او هعمل 3 اتريشن. احنا حددنا قيمتين عشان كده كده اصلا في كل واحده يعني بنعتبرها انيشال فاليو للاتريشن اللي بعديها، نحلها مرتين، وممكن في الامتحان مش هيبقى فيه اكتر من كده لان المساله طويله شويه في الحل.
عندي هحسب عند اول قيمه اللي هو بيقول لي فايند واي اوف 2 من 10، فايند واي اوف 2 من 10 يبقى اشوف الانيشال كونديشن اللي انا هبدا بيها. الانيشال كونديشن في المساله هنا بيقول لي واي اوف 0 يساوي 2، يبقى انا عندي الاكس نود ب0 والواي نود ب2، ومديني الفانكشن نفسها او الواي داش او المعادله التفاضليه عباره عن 4 اكس ناقص 2 واي. انا حطيتها في الكاونتر العداد اللي هو اكس اي ناقص 2 واي اي، هحط الاي ب0، يبقى انا هجيب الفانكشن نفسها اف اوف اكس نود وواي نود اللي هي عباره عن 4 اكس نود ناقص 2 واي نود. انا ممكن احسبها على جنب وبعد كده اعوض على طول في القانون، يعني بدل ما اكتبها برموز وبعدين نحسب. عندي الواي واحد ستار المفروض دي اللي جوه القانون عباره عن واي نود زائد الاتش في الفانكشن نفسها اللي هي اكس نود وواي نود، واي 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 نود ب2 زائد اتش ب2 من 10، وانا حسبت قيمه الفانكشن نفسها عند الاكس نود والواي نود بسالب 4، هتطلع لي اول قيمه ب1.2. طبعا دي جوه قانون موديفايد اويلر ميثود. يبقى نحسب اول اتريشن اللي هي واي واحد تساوي واي نود زائد اتش على 2 يبقى 2 من 10 على 2، والفانكشن نفسها اللي هي اكس نود وواي نود زائد الفانكشن بالاوردر اللي بعدها او الدرجه اللي بعديها اللي هي اكس واحد وواي واحد ستار. يبقى لو حبينا نعوض اكس نود وواي نود احنا حاسبين فانكشن بكام؟ بسالب 4. طب القيمه عند الاكس واحد والواي واحد ستار، القيمه عند اكس واحد ما احنا قلنا الاتش ب2 من 10 وانا هبدا بالزيرو، يبقى من 0 ل 2 من 10 يبقى اكس واحد ب2 من 10. هتعوض طبعا في المعادله التفاضليه اللي هو مديها لي، هي عباره عن 4 اكس واحد يبقى 4 في 2 من 10 ناقص 2 في واي واي واحد ستار اللي هي كنا احنا حاسبينها ب1.2 من 10. خلاص كده حسبنا اول قيمه اللي هي واي واحد ب1.44. طبعا 1.44 دي واي اوف 2 من 10 القيمه الاولانيه المطلوبه في الايه في المساله. طب انا عايز احسب عند واي اوف 4 من 10. واي اوف 4 من 10 معناها ان انا احط الاي بكام؟ الاي بواحد. الاي بواحد يبقى انا هحسب عند قيمه اكس واحد، اكس واحد ب2 من 10 وواي واحد بكام هنا؟ 1.44. يبقى هي الايتريشن المحاوله اللي قبليها هعتبرها انيشال فاليو للمحاوله الجديده، هعتبرها الانيشال فاليو الجديده بتاعتي، يبقى على اعتبار ان هي لو هرمز لها باكس نود وواي نود دي تعتبر الانيشال فاليو الجديده للمحاوله ايه؟ عند واي اوف 4 من 10. عشان احسب واي اوف 4 من 10 يبقى الاكس اللي هشتغل عليها اللي هي ب2 من 10 والواي اللي هشتغل عليها اللي هي ب1.44. طبعا هنعمل نفس خطوات الحل، هنجيب اللي هي اف اوف اكس واحد وواي واحد، القانون او المسألة عند 4 اكس واحد ناقص 2 واي واحد، وهنعوض نجيب نيجاتيف 2.08. بعد كده هحسب الواي 2 ستار، واي 2 ستار عبارة عن واي واحد زائد الاتش اوف اكس واحد واي واحد، هنعوض بالقيم دي هتطلع لي قيمة واي 2 ستار عبارة عن 1.024. هنعوض في القانون العام للمتفايدة اويلر ميثود، هنا بنحسب واي 2 يساوي واي واحد زائد اتش على الاتنين في الفانكشن نفسها عند اكس واحد واي واحد زائد الفانكشن نفسها عند اكس اتنين وواي اتنين ستار. واي اتنين ستار احنا لسه حاسبينه من الخطوه اللي قبليها، اكس اتنين هنا هتبقى قيمتها بكام؟ ما احنا قلنا بنضيف على الاكس اللي موجوده عندي اتش، والاتش ب2 من 10 يبقى اكس اتنين هتبقى بكام؟ ب4 من 10، يبقى 4 في 4 من 10 ناقص 2 في 1.024، ودي تبقى قيمه واي 2 اوف 4 من 10. ده لو هحسبها بموديفايد اويلر ميثود. طب انا لو على نفس المساله دي وهحسبها برانج كوتا ميثود، عفوا رانج كوتا ميثود نفس المعادله التفاضليه اللي هو داش تساوي 4 اكس اي ناقص 2 واي اي، وطبعا الاتش ب2 من 10 والانيشال كونديشن هو مدولي في المساله الاكس نوت ب0 والواي نوت ب2. هحسب اول قيمه مطلوبه واي اوف 2 من 10، واحنا قلنا الخطوه ب2 من 10 تمام. يبقى الانيشال كونديشن هتعوض الاكس نود ب0 والواي نود ب2، ده الجيفن اللي في المساله. انا هحسب كي 1 وكي 2 وكي 3 وكي 4 بالخطوات اللي احنا هنقولها او القانون بتاع رانج كوتا. يبقى كي 1 تساوي فانكشن نفسها اكس نود وواي نود يساوي 4 اكس نود ناقص 2 واي نود، والاكس نود ب0 يبقى هتعوض عن قيمه الواي نود ب2، يبقى القيمه اللي هتطلع لك في الاخر هتطلع سالب 4، يبقى دي كي 1. طب انا عايز احسب كي 2، كي 2 هتشيل كل قيمه للفانكشن نفسها او كل اكس تقابلك جوه المساله هتضيف ليها اتش على ال2، وكل واي تقابلك هتضيف لها اتش على ال2 في كي 1. يبقى انا عندي
المسألة فيها 4x، يبقى 4 وتفتح براكت وتقول اكس نود بزيرو زائد 1 من 10 ناقص 2 ونفتح براكت، الواي عبارة عن أو الواي نود باتنين زائد اتش على الاتنين يبقى 1 من 10 في كي واحد اللي هي بسالب 4، نطلع قيمة الكي 2 بسالب 2.8، وعندي كي 3 هعملها بنفس الطريقة بس بدل ما أقول كي واحد هخليها كي 2 في حالة الواي، أضيف لكل واي نود اتش على الاتنين في كي 2، وبعد كده عندي كي 4، هنحسب قيمة الكي 4 هتبقى عبارة عن اتش، كل اكس هتقابلني هضيف لها اتش وكل واي تقابلني هضيف لها اتش في كي 3. جوه المسألة نفسها طالعة بنيجاتيف 1.984، ونعوض في القانون العام او اللي هو الاتريشن في اول محاولة لرانج كوتا اللي هو عبارة عن واي نود زائد اتش على 6 كي 1 زائد 2 كي 2 زائد 2 كي 3 زائد كي 4، وهجيب قيمة الواي 1 اوف 2 من 10. طب هو طالب قيمة تانية، طالب مني واي اوف 4 من 10، يبقى انا عندي اخر قيمة وصلت لها اللي هي الاتريشن الاولانية دي اللي هيبقى الانيشال فاليو بتاعتي الجديدة عشان اقدر احسب الواي اوف 4 من 10. يبقى هنا هتشيل كل اكس وتعوض عنها، او اللي هي الاكس 1 ب2 من 10 والواي 1 هتطلع ب1.4112 على اعتبار اللي انت هتعوض بقيمة الكام، الاي المرة دي بواحد، احنا عوضنا عن الاي بزيرو جبنا اول قيمة اللي هي واي 1، او هنعوض عن الاي بواحد هنجيب واي 2. يبقى انا عندي كي 1 تساوي الفانكشن نفسها اكس 1 وواي 1، وطبعا بنعوض في المعادله التفاضليه يبقى 4 اكس 1 ناقص 2 واي 1، ونجيب قيمه كي 1. كي 2 كل اكس تقابلك هنضيف عليها اتش على الاثنين، وكل واي تقابلني هضيف عليها اتش على الاثنين في كي 1، حسبنا قيمتها. وعندي كي 3 بنفس الطريقة بس بدل ما نقول كي 1 هتبقى كي 2، وكي 4 هنضيف على الاكس اتش بالكامل مش هنقسمها على الاتنين، وهنضيف على الواي اتش في كي 3. جبنا كي 4 ونعوض في القانون العام في الحالة دي هنوصل للواي 2 اوف 4 من 10. ومش هنقول تاني ان الطرق دي عشان طرق طويلة في حساب اول اتريشن اول محاولة، ممكن في الامتحان ممكن الدكتورة تطلب رانج كوتا او موديفايد اويلر مثلا عند قيمة واحدة، او بالكتير قوي لو هتطلب منك هتبقى عند قيمتين زي ما احنا عاملين في المثال ده. وبكده شابتر 5 يكون خلص، وان شاء الله يبقى الاسبوع ده، خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده هننزل شابتر 6، وبالتوفيق باذن الله.